عشية البدء بتنفيذ تعميم مصرف لبنان حول تسليم الحوالات من الخارج بالليرة اللبنانية على سعر السوق، شهدت مختلف فروع الأو إم تي ازدحام كبير للمواطنين اللي قصدوا الفروع بهدف الاستفادة من التسليم بالدولار قبل تنفيذ القرار. لكن ورغم هالقرار، رئيس مجلس إدارة الأو إم تي توفيق معوض يطمئن مجددا عبر الأو تي في. المشكلة انه لانه قررنا نحن مع المصرف المركزي انه نبدا ندفع للتحقيق بالليرة اللبنانية في دائما على بكرة الجمعة صباحا، وبما انه حاولنا نفسر قدر الامكان للناس انه ما راح يخسروا شيء من الدولارات تبعهم جاي من برا، يعني بمعنى انه اذا واحد جاي 1000 دولار وكان سعر السوق 3100 رح يقبض 3 ملايين و100 الف ليرة لبناني، لانه ما اقتنعوا بهذا القصه، صاروا ركضوا صاروا ثلاث ايام عاجلين كثير مكاتب الاو ام تي مباشره تبعنا التابعه لنا، وكذلك المكاتب التابعه لكل الوكلاء على كل الاراضي اللبنانيه، هذا المشكل. يعني مش مصدقين انه على بكره اذا بدهم يقبضوا رح يقبضوا بسعر السعر الصرافي. هل السؤال قد ايه تقريبا رح يكون بكره حسب السوق؟ يعني اليوم عم نشوف دولار 3700. نحن ما دخلنا بهالموضوع، كل ليله بالليل المصرف المركزي بيبعث لنا ايميل بخبرنا انه السعر على بكره او اليوم سكر السوق بصير بالتركيز الصرافي زي انت عم تقولي، معناتها على بكره صباحا هن عاطينا الحق انه ندفع على اساس 3700. هيك من كل يوم بيومه حيجي من يوم بس لبنان 100%، كل يوم بيومه. الناس ما لازم تخاف، الناس ما لازم تخاف، لانه اذا صرفوا على 3700 مثلا على بكره بيقدر يروح عند الصدف يطلع 3700 بياخذ منه بياخذ دولارات معضله. يعني هالهلع والقلق اللي حاطينه اللبنانيين بالخارج او بالداخل انا ما كثير بوافق عليه.